ساره الدرزاوي، واحده من الوجوه المنوره في فرقه اشرف عبد الباقي في الشغل وفي الاداء وفي الرقه، انما كمان اللي الناس ما تعرفوش انه ساره بالليل بتعرض مع اشرف عبد الباقي والصبح هي معيده في الجامعه بتدرس. ساره الدرزاوي المعيدة. ازيك يا سارة؟ ايه اللطافة دي؟ اهلا 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 بالمعيدة. اهلا بيك يا سارة. معيدة قد الدنيا. يعني على قد شوية. ليه على قد شوية؟ مش ذاكرتي واجتهدتي وجبتي أعلى تقدير؟ تانية على الدفعة. طب يعني في حد يطول؟ أنا ما عنديش طول. مبسوطة بوجودك يا سارة؟ ميرسي، أنا والله مبسوطة أكتر كتير. لا احكي لي الحدوتة من الأول، يعني التمثيل الأول ولا معيدة الأول ولا إيه؟ لا تمثيل الأول. بمثل بقالي كتير قوي يعني من ثانوي. بالصدفة. يعني أنا ما كنتش عارف أن أنا بعرف أمثل، بس كنت بخش مسابقات إلقاء كتير، إلقاء شعر، فحد شافني قال لي عايزك تيجي تمثلي، قلت له أنا ما بعرفش أمثل، قال لي لا تعالي طيب، واداني بطولة وبس دخلت. كنت ساعتها بقى في كلية علوم؟ دخلت كلية علوم؟ دخلت كلية علوم. كنت علمي ومجموعة عالي ودخلت كلية علوم. إيه اللي حصل؟ ما اتفقناش. ما حبتنيش او انا ما حبتهاش. دخلت اول سنه، طبعا علوم صعب ان حد يفكر فيها، خصوصا ان انا اخويا الكبير صيدلي واللي بعديه مهندس، فلازم ابقى زيهم حاجه علمي. فدخلت، فروحت انا واخويا ايه الاقسام اللي هنا، قالوا لي في قسم كده حلو اسمه جيوفيزيكس، جيوفيزياء. طب ده ايه؟ بيشتغلوا ايه؟ دول بيشتغلوا في البترول. طبعا كويس. فدخلت سقطت اول سنه. انا مشكلتك في الجيولوجيا ولا في الفيزياء؟ لا بحب الفيزياء جدا، مشكلتي في الكيمياء. ما هي الجيولوجيا. انا ما بحبش كيمياء خالص خالص، ما اتفقتش انا وهي خالص. فبعد كده سقطت اول سنه، فهم قالوا لي خلاص حاولي ما دام مش نافع. قلت لهم لا، يعني ما ينفعش اروح مكان وهسقط فيه، مش لا انا هقعد وهنجح. نجحت. قلت لهم انا عايزه امشي. ريت ما قلنا لك امشي السنه اللي فاتت. لا خلاص كملت. قلت لهم لا خلاص انا مش قادره، فعلا مش قادره، انا لازم امشي من الكليه دي. ما رضيوش، فقعدت سقطت. قلت لهم عايزه احول. لا كملي. سقطت. قلت لهم عايزه احول، قالوا لي حولي. رحت اداب في عين شمس برضه. قلت لهم انا عايزه اسال عن التحويل. فهي قالت لي انت جايه منين؟ قلت لها علوم. قالت لي يا بنتي وحرام عليكي وجايبه مجموع عالي وحرام. قلت لها بس عايزه اسال على حاجه، انا دلوقتي لو جيت حولت هخش ايه؟ انتساب انتظام ولا تعليم مفتوح؟ كان ساعتها الانتساب ملغي. قالت لي تعليم مفتوح. قلت لها طب لو رتبت على الدفعه هتعين ولا مش هتعين؟ قالت لي لا مالكوش تعيين. قلت لها حتى لو طلعت الاولى على الدفعه؟ قالت لي حتى لو طلعت الاولى على الدفعه. ما فيهوش. رجعت البيت قلت لهم انا هكمل. خدت سنه. قلت لهم انا هاخد السنه دي هنجحها لان انا لازم اروح ناجحه. يعني ما ينفعش احول وانا ساقطه. رجعت السنه دي ذاكرتها ونجحتها، قلت لهم انا هسحب ورقي رايحه اداب. هتجننوا انت في سنه ثالثه خلاص، يعني ايه ما خلاص؟ قلت لهم لا انا ورقي دلوقتي بيتسحب ورايحه اداب. طب هتخش ايه؟ قلت لهم هخش اداب قسم نقد ودراما مسرح. صعب صعب. فهم ما كانوش مستوعبين، يعني بيقولوا ايه عصيه على الفهم. يعني لو مكان باباك ومامتك يا بنتي عايزه ايه؟ دماغها رايحه فين بالظبط؟ هم مش فاهمين، وهم طبعا مش موافقين خالص. ورحت اتكلمت مع اخويا وانا عايز اخش القسم ده. طب هتشتغلي ايه؟ قلت له انا هتعين معيده في القسم ده. قال لي فريدي وقعت في سنتين ان شاء الله، ان شاء الله وهتعين معيده في القسم ده. فقال لي خلاص مستقبلك وانت حر. انا كنت 5 سنين في علوم فسبتهم، دخلت اولى اداب، طلعت اولى على الدفعه. الله 5 سنين في علوم. طلعت اولى على الدفعه بقى، ما كانوش مصدقين. فانا والدتي ساعتها طلعت اولى على الدفعه اول سنه، اول ترم طلعت اولى على الدفعه، وبفرق كمان كان فرق بيني وبين الثانيه درجات كبيره. انت بقى من الجيولوجيا والفيزياء يعني الاداب اكيد الموضوع اسهل.
في الاول يبدو ان هو اسهل، بس بعد كده فعلا صعب، ان برضو علوم الانسانيه صعبه قوي يعني. احنا بندرس تاريخ وحاجات وافريقيا واوروبا وحاجات كتير يعني. فساعتها حتى والدتي راحت بصيت لي كده وكانت هتعيط، قالت لي حقك عليا، انا اسفه ان انا عطلتك وما خليتكيش تروحي بدري عن كده. وهم ما كانوش مصدقين يعني. ماما بكلمها بقول لها انا طلعت اولى على الدفعه، قالت لي يعني هي قالت لي بتكذبي ولا في ايه؟ قلت لها لا انا طلعت اولى على الدفعه يا ماما. فرح بقى في البيت مش مصدقين.